هي نياحة القديس العظيم يوحنا الحبيب، اللي بنسميه الذي القديس الذي كان يسوع ايه يحبه. فبهذه المناسبة القرايات مترتبة بطريقة جميلة جدا، والحقيقة القرايات مناسبة جدا كمان لعيد الميلاد. فعيد الميلاد يقول عن المسيح ان هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يعني ايه الله معنا؟ يعني قرب مننا وحل في وسطنا وبقى معانا. طب ده معناه ايه؟ معناه الحب. هو يوحنا الحبيب قدر يتكئ على صدر يسوع ليه؟ لانه عرفه وشافه وحبه وبقى في كونتاكت معاه كده. فعشان كده لما نقول عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، يعني اللي نقدر نحبه بسهولة وببساطة ونقدر نعرفه. وده اللي بيقوله القديس يوحنا في الرسالة بتاعته اللي اتقرت في الكاثوليكون. يقول الذي كان من البدء، وبعدين يقول الذي سمعناه. يبقى ايه؟ سمعوا. الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت. يعني الحياة الحلوة الجميلة ديت، والمحبة الحلوة ديت، والقداسة الحلوة ديت أظهرت، ظهرت في المسيح. ظهر كل هذه المحبة العظيمة جدا جدا جدا، فقدروا يحبوه، فبقينا بنحبه. لما نحبه، نحبه ليه؟ نحن نحبه لأنه أحبنا إيه؟ أولا شفنا حبه لينا لما جه أرضنا وتجسد عشان خاطرنا. شفناه وهو بيشفي المرضى، شفناه وهو بيتكلم بوداعة، شفنا حنيته، شفنا إزاي إنه هو يتفاعل مع الكل بحنان عظيم جدا، مع الخطاة ومع الناس الوحشين ومع النص نص ومع كل واحد اتفاعل مع الكل. فهو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، بقى قريب قوي مننا. عشان كده حتى في البولس اللي اتقرت يقول ايه في البولس اللي اتقرت؟ يقول لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء، من يصعد للسماء اي لينزل المسيح. ما تقولش الدنيا بعيدة قوي، ده انا هطلع السماء عشان اجيب المسيح من فوق، وانا مين انا عشان اجيب المسيح من فوق. لا، او من يهبط الى الهوية اي ليصعد المسيح من بين الاموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ الكلمة قريبة منك. الكلمة، المسيح كلمة الله قريبة منك. بعدين يكلمنا عن ايه؟ وهي في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي ننادي بها. لانك ان اعترفت بفمك ان الرب يسوع، ممكن نقعد يا جماعة من فضلكم، من فضلكم ما يصحش كده، نقعد وبعد كده نتفاهم. نوقف القداس ازاي كده؟ حد تعبان؟ فضل دكتور وجيه شوفه، دكتور كرم. فالكلمة قريبة منك، من فمك. قريبة منين؟ من فمك. يقول ايه؟ الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي ننادي بها. لانك ان اعترفت بفمك ان الرب هو يسوع، وامنت بقلبك ان الله اقامه من بين الاموات، فانك تخلص. فإذا الله قريب منا جدا جدا جدا. بعد التجسد بقى الله قريب جدا، قريب من كل واحد مننا. هو ده تفسير الله عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. لو جينا ان احنا نفكر على المسيح له المجد قريب من الرسل، طب ومننا احنا؟ هل المسيح قريب مننا؟ قريب مننا. نعرف ازاي الكلام ده؟ انه قريب مننا؟ نلاقي ان بعد القيامة المسيح له المجد. ظهر لتلميذي عمواس وهم في الطريق،
تعبانين متضايقين معبسين، فظهر لهم في الطريق يكلمهم ويشجعهم. فإذا هنا هوت قريب ظهر لمريم المجدلية، ظهر لتوما اللي بيشك. فإذا الله قريب من كل واحد مننا، يمد إيده في حياتنا وموجود في وسطنا، وهو ده الحب اللي أظهره ربنا لينا، إنه إن إيه إن الله بقى معانا، الكلمة قريبة منك من فمك وفي قلبك. فإذا هو ده اللي إيه اللي بيعلمه لنا. عشان كده لما بقى معانا وعرفناه وحبيناه، نقدر ان احنا كمان الناس تشوف الحب اللي فينا وتآمن بالسيد المسيح وتحبه هي كمان. فتلاقوا كده يقول ويتكلم كده، يقول ان ايه في انجيل عشية: ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما ما تريدون فيكون لكم، بهذا تمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فكونوا تلاميذي، كما أحبني أبي كذلك أحببتكم، اثبتوا في محبتي. اثبتوا في يعني الثمر هيجي ازاي؟ ان احنا نحبه، ولما نحبه يبقى لنا ثمر. بطرس الرسول بيحب ربنا، فقال له: أتحبني يا بطرس؟ طب اعمل ايه؟ ارعى غنمي او ارعى خرافي. فالحب هنا يتحول في بطرس لخدمة، والناس تعرف بطرس الرسول عن طريق ايه؟ عن طريق الخدمة. احسن دلوقتي؟ احسن. فاذا الحب يجيب ناس تانية، الحب يجيب ناس تانية للمسيح. ربنا يدينا كلنا ان احنا نحبه ونحيا له ونحيا به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين. أوصي وبشيخ من شيئني ما جسمه